أسعد الله صباحكم أحبتي بكل خير من وسط العاصمة بغداد، وتحديداً في شارع أبي نؤاس. تظاهرة ووقفة أمام مبنى ديوان الوقف الشيعي. الواقفون والمتظاهرون هم موظفو المزارات الشيعية، لديهم مطالب. هذه ليست الوقفة الأولى ولربما ليست الأخيرة. اليوم هذا الصوت يطالب السادة المسؤولين بعدة مطالب. كل هذه المطالب وحديثه ساعة كاملة راح يكون مع صباح هنا قيانا. أهلا وسهلا بكم من جديد أحبتي المشاهدين. نبدأ حلقتنا لهذا اليوم من هذه الوقفة للمزارات الشيعية. قبل ما نبدأ نشكر قواتنا الأمنية على ما يقدموه للمتظاهرين وهذا العطاء العراقي المستمر. أكو فد جانب حلو أنه يتعاملون بمبدأ الخوة وليس بمبدأ المنع أو الاعتداء. خلينا نسولف ويا المتظاهرين والواقفين أمام مبنى ديوان الوقف الشيعي، شنو المطلب وماذا يطالبون؟ السلام عليكم. عليكم السلام. خليه يحكي ويحكي. السلام عليكم أستاذ، شنو مطلبكم؟ احنا مطلبنا تثبيت، إن حقنا تثبيت اللي من أكثر من 5 سنوات كل ما فوق من حق التثبيت. احنا صار لنا 15 سنة حقوقنا ضايعة، واكو تسويف من الأمانة العامة المزارع الشيعية، فاحنا جايين يم انتم موظفين. احنا لا عقود عقود عقود، ها صار لنا 15 سنة في كل المزارات، مو مزارات وين يا مزارات مثلا اي المزارات؟ كل مزارات العراق. هسه جنابك يا مزار؟ انا مزار الإمام القاسم. الإمام القاسم؟ نعم. بالحلة؟ بالحلة. بالحلة نعم. احنا جايين نطالب بحقوقنا. يعني معناها اكثر من محافظه؟ اكثر من محافظه، محافظه اكو من البصره واكو من الدياله واكو من الناصريه، يعني كل المحافظات كل المزارات الموجوده بالعراق احنا جايين نطالب حقوق كل، مو جايين عنه. الديوان الوقف الشيعي شنو اللي سواه؟ الديوان الوقف الشيعي وعدنا وعد بانه يحل لنا المشكله، ولحد الان ماكو حلت مشكله. ماكو تسويف من الامانه العامه المزارع الشيعيه. من هذا الباب احنا جايين نطالب حقوقنا. اللي هم المسؤولين الخاصين بكم؟ لا مو المسؤولين عليكم. المسؤولين علينا امانه عامه المزارات الشيعيه. اي هو يعني. فارس الرماحي. اها. نعم. ولهذه اللحظه ماكو استجابه؟ ماكو استجابه لحد الان. ما قابلتوا السيد رئيس او مدير ابو الوقف الشيعي رئيس مجلس الامانه؟ لا ما لا ما قابل، انما قابلنا ابو الوقف الشيعي. ايش قال لكم؟ قالوا لنا احنا ان شاء الله حقكم ما يضيعوا، ان شاء الله اول حد ماكو تسويف. جيد. ويمك هذا الشيخ اذا جيت. السلام عليكم عمي. سلام. شنو عملك حجي؟ والله احنا نريد تثبيت. شنو عملك؟ صار لنا 15 سنه ها؟ شنو عملك؟ عملي بالحمزه منظف. مزار الحمزة. مزار الحمزة. وين صاير مزار؟ بالحلة. عملك شنو بالمزار منظف؟ منظف اي. بارك الله. صار لنا 15 سنة وتعبت، يعني جسمي تعب وعشر سنين بالجيش. زين. مكلفية. ما عندك أي راتب سابق ولا تقاعد ولا؟ لا 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 ما عندي. ما عندي. يعني راتبك على المزارات؟ أي عن مزاراتي والله. ما معنى مباشر إذا يطلع يريد حق. طالب بتثبيت؟ إي والله يريد تثبيت، يعني من حقنا غير هذا. ايش قد راتبك حجينا؟ والله 480. 480. يعني في حال انه انت قعدت بالبيت ماكو تقاعد؟ ماكو تقاعد والله، يعني تعبنا حق والسكر تعبني وتعرف الظروف يعني. لا وانت المفروض بهذا عمرك ما تشتغل، تقعد بالبيت ويجيك راتب بيتك. والله شو تسوي العدل؟ هذه في يعني في اماكن تحترم هذه الشيبه الوقوره. صحيح والله. انا اشكرك عمرو. شكرا لله. حبيبي عزيزي اهلا وعليكم السلام ورحمه الله. طبعا احنا نشكركم الجاي شاركونا همومنا وجايين ويانا بهذا الحار وبهذا العناء وهذا التعب، لكن احنا نريد اليوم من خلال قناتكم ومن منبركم نوصل معاناتنا بصراحه. يعني طبعا هذا الرجل اسال سمعته يقول عنده سكر وضغط والى الان لا تقاعد ولا ضمان ولا فشي، وغيرهم نفس الحاله. طبعا عمره 53 63، والبعض ماتوا بدون اي ضمان. اخواننا بالوقف السني ذاك اليوم بانه شملتهم شنو قانون اخذوها وحقهم، ناس منا وبينا ماكو مشكله. احنا هم نريد اسوة بيهم، صح ولا لا؟ اسوة يا اخي. الوقف السني ثبت، انتم شنو العارض ما تثبتون؟ هذا دليل على شو مثلا؟ اكو قضيه بانه شو مثلا؟ اكو قضيه قانونيه جاي تثبت. اخي العزيز احنا طبعا جماعه حشولك او ما حشولك، احنا بالمزارات الشيعيه يعني عندنا خدمه 15 10 سنوات، فتره صار لنا رواتبنا محدوده جدا، ما مثبتين. يعني الامين العام او الامين الخاص بشخطه قلم يلغي عقد الموظف. الدوام مالتنا علينا ما على الموظفين الدوله،
ولكن ما ان حقوق موظفين الدوله لا عطل اسمح لي اي احسنت لا عطل تشمنه لا خميس وجمعه نعم ان الصراحه يومين بالاسبوع خلت اقول هاي لكن لا علاوه لا فرشي لا اقول خطوره عندنا لا اسوه بالجانب الصحي ولا بالجانب الامني تدري انت اليوم الارهاب ايش يستهدف يستهدف الاماكن المقدسه انا ما اقول يميز بين العراقيين اليوم بانه هذا مكان بيتجمع ناس مؤمنين يجي دائما القصد الارهابي احنا ما ان خطوره طبعا بمن اسوه بالقوات الامنيه وبنفس الوقت يجيك الاجنبي انا اليوم مزار نبي من الانبياء يجون قاصدين من كل بقاع العالم من كل المسلمين بدون بانه فرق هذا من يجي منك ممكن حامل وباء ممكن حامل بانه قد اقول مرض احنا اليوم مصدين احنا بالمصد الاول حماك بان شو مثلا اقول شنو هو ماكو ان فد مكافاه اسوه بمن بالجهات الصحيه زين شيخ خلي شوي اقاطعك هنا انا سمعت اكو اصوات والبعض منهم سياسيين ايضا اتهموكم بشغله المزارات نعم. الوهميه نعم تمام فبما انه انتم مزارات انا سولف وياك رجل دين شنو هاي القضيه اولا هل هنالك مزارات وهميه حقيقه طبعا انا اخو اقول لك اكو نعم اكو لكن هاي ما مسجله بمن ما مسجله بالامانه العامه ما مسجله بالامانه حسنت. اكو مزارات ولذلك ما شملت ما مشموله بالامانه العامه هاي موجوده بانه بغير سند بغير نسب او اسماء مثل مزدوجه هاي موجوده لكن هاي اساسا ما مسجله احنا اليوم هاي المزارات المسجله مزارات اكيده ولها اساس ومزارات حقيقيه مو وهميه زين شيخنا شنو المعيار لادخال مزار ضمن المزارات الشيعيه الادخال انا قلت شنو الادله ادله طبعا اولا الشهره الموجوده أضافة علماً إلى الكتب بأن التاريخ الموجود اليوم منتجي مثلاً أريد أقول صح السند بأنه المن هذا المرقد صاحب هذا المرقد مثل هذا بالكذا سنة مثل متوفي مثل عندنا مرقد مراقد من المراقد حتى بأنه كتب بأنه القوين إخواننا السنة موجودة لهم أساس مثل أسماءهم موجودة اسمه موجود بأنه هذا عاش ومات وين بالعراق هاي الأسماء موجودة إحنا مو غريبة نعم اليوم الوهمية ما مشهورة لكن اللي مشهورة هي حقيقية وما عليها أي غبار ومثل ما ست تروح مثلا ست تمشى وين مزارات بغداد تروح مثلا الكليني سلمان المحمدي غيره من هاي الأمور تجي يمنا مثلا بالحلة أقول تلقى بأنه مزارات زيد الشهيد مثلا القاسم ابن الإمام الكاظم عليه السلام نبي الله أيوب يعني هو ذو الكفل غيرها هاي موجودة أصلا إلها أساس موجود مو قضية وهمية ولا قضية جاية منين أقول من فراغ ولذلك وإلها روادهم كثيرين هسه احنا مو فقط يجون مرات منين من العراق لا لا من خارج العراق يجون لوين لهاي البقاع هذا دليل عليما على وجوده وشهرته أنا أشكرك جزيلا شكرا الله يعزك رحمة الله بقية الناس شكرا جزيلا الله يعزك رحمة الله حياك الله حياك خلينا نسولف السلام عليكم السولف في وين داوم جنابك أنا بالحمزة الغربي بالحمزة بالحلة شنو المطلب الرئيسي والله احنا نريد تثبيت احنا نريد تثبيت نطالب بالتثبيت نطالب بالعلاوة شنو المانع اللي ما يثبتوكم ما يثبتونه يعني كلهم هم مثبتين السني الوقت السني المثبت احنا ما ثبتونه ليش ما نعرف شنو مصيرنا ما احنا عبود كنا عبود زين رئيس ديوان الوقف الشيعي ايش يقول لكم؟ واحد ماكو اي ماكو ماكو رد لحد الان؟ لا السلام عليكم حجي شلون الصحية؟ الله يحفظك وين داوم حجي؟ انا بالمزارات هسه حاليا متقاعد بس كل شيء ما قبضت متقاعد؟ اي يعني داومت؟ داوم 15 سنة 15 سنة 15 سنة وما حصلت راتب تقاعد كل شيء ماكو بس انت جاي تطالب بالتثبيت على مود اي حتى يشملنا بكت اي نعم وين كنت داوم سابقا؟ يا مقدم مزار العلماء الأربعة ببابل مزار العلماء أربعة نعم تمام اليوم العدد مالتكم عدد كبير عوائلكم نعم. هواية لو عددكم مو قوي لا لا موجودين هذا موجودين وبعد اكو ناس صار عندها شغل ما قدرت تجي فاحنا اللي يجينا بهم الكفاية ان شاء الله ان شاء الله الله جميعا السلام عليكم الله يعطيكم العافية عددكم ايش قد احنا عددنا تقريبا 7000 موظف اقل من 7000 6470 هي شكل عددنا زين احنا تاسست المزارات الشيعيه الشريفه بالعموم العراق سنه 2007 طيب بالتحديد تقريبا فهذه المزارات يعني هيئه مستقله تابعه الى ديوان الوقف الشيعي احنا هذه اللي من تاسست لحد الان ان منحه من رئاسه الوزراء ها بها تخصيص مالي
ما اعرف شنو اللي غايه. وهي طبعا المنحه الست الراتب اللي هسه يعطونا اياه مثلا اذا ثبت على الملاك الدائم. الوقف الشيعي والامانه العامه قاعد ما عدم تثبيتنا، ما نعرف شنو السبب. يوم يسوون ماستر كارد، يوم يسوون ماستر كارد على اساس انه نستلم راتب بها، يعني تسويف مواطنه بحيث انه ياخروننا بهذا الموضوع. مع العلم احنا مشمولين بسنة قانون 4 سنه 2014 للتثبيت، زين سوونا ماستر كارد يريدون يسحبونه يحلونه على ولحد الان ما حد ثبت معنا. هاي السنوات كلها الماضيه ما ثبت معنا. اذكر شيء انه احنا قبل تقريبا شهر او شهرين اجينا هم وقفه احتجاجيه مثلها وقفتنا يم امان العام المزارات الشيعيه، اكو موظفين جدد خدمتهم سنه يستلمون 350، فمن خلال القنوات ومن خلال التواصل الاجتماعي ناشدوا ان راتبنا قليل وما يكفي وهذه، فسووا راتبهم 500. اني هسه الموجود طبعا اشتغل حرفي بالمزار، ها استلم بلا خطوره استلم 478 خدمتي 13 سنه. زين يعني معناتها مو زين وبالاساس انه هو راتبي احنا اللي نستلمه بالاساس كان 505، سوونا على اساس انه استقطاع تقاعدي بصندوق تقاعدي. زين هذا الصندوق التقاعدي صار له تقريبا اول ما تاسس انه يسحبوه من عندنا ورجعوه بطلوا. خلنا نوقف يا انت عقد على اساس ياخذ منك استقطاع تقاعد؟ هو هذا السؤال داخل ضمن سيستم الاداره. هو هذا السؤال، ليش رجعتوه انه وليش رديتوا النوب تستقطعوا مره ثانيه مستقطع. يعني والنوب هم صارت خلخله يا راح نرجعها لكم. ليش؟ لان انه طلع شبهه فساد به بشره مسهم مال المنصور رسمي. ها وهذا استقطاع مو رسمي ومن قوت العمال اللي احنا حاسبين انه عمال هسه عندنا صار تقريبا هاي 3 سنين احنا استقطعوا 3 سنين 3 سنوات ورادوا يرجعوا ورجعوا قسم والنوب طالبوهم يرجعوا لان احنا اخذ استقطاع لازم نخليكم يعني رجعوا كامل الاستقطاع رجعوه وردوا سحبوه من الموظفين. هذا التسويف والمواطله ليش يعني؟ زين البارحه طلع رئيس شو اسمه امين العام للمزارات الشيعيه ببصمه صوتيه انه يقول يا باني هذا الموضوع ركضنا بيه ومشينا وخاطبنا دي شو اسمه وزاره الماليه. طبعا وزاره الماليه شو تريد من عندك؟ تريد من عندك انه يصير بيانات انه شو اسمه عنوان الوظيفي الشهاده مخصصات الخدمه، لأني ما رفق هو من رفعهن ولا تخصيص له، بس رفع أسماء وخاطبته وزارة المالية وجانا الكتاب عن وصل التواصل الاجتماعي إنه هذا الكتاب يابا ما بي بيانات. مفهوم. زين بس سؤال في توين الدوام أنا أداوم مزارات بابل مزار زيد الشهيد. مزار زيد الشهيد تمام. أنا أشكرك خلني أسولف معك. الله يطول عمرك. السلام عليكم. وين الدوام وش؟ مزار النبي الأيوب. مزار النبي أيوب. وين صاير؟ بابل بالحلة. هواي مزارات ببابل ليش؟ هواي مزارات ببابل تقريبا 35 مزار ببابل. 35 مزار ببابل. زين وضعكم شنو؟ مستقبلكم شنو؟ استاذ العزيز برخصتك احكي وياك اني خرج بكالوريوس يعني عندي بكالوريوس تعينت على المزارات سنه 2010 2011 هذا اليوم اني يعني لا تثبيت زين راتبي قليل راتبي 400 مكسور زين انا عندي عائله عندي 4 أطفال ماشي يعني تخيل انا ورا الدوام اروح اشتغل اعمال حره بس عليل صوتك ورا الدوام اشتغل اعمال حره يعني يا دوب يكفي عندك حل بعد زين حياك الله. كل هذا الحديث واكثر راح نستمر بعد ان نخرج بفاصل سريع ونرجع لكم بقيانا. اهلا وسهلا بكم احبتي من جديد. بعد ان سمعنا عدد المتظاهرين او المطالبين بالتثبيت والمزارات الموجوده واين يعمل الواقفون في هذا المكان والمطلب الرئيسي هو التثبيت، المشكله يقولون اكو تسويف ومماطله. فبعد القضيه من السيد المسؤول المعني بقضيتهم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. الله يحفظك عزيزي. المطلب الرئيسي شنو جنابك؟ تفضل. التسويف ومماطله بهن 3 نقاط رئيسيه. زين اولا مطلب التثبيت، طبعا احنا ناس يعني رواتبنا جدا متدنيه بحيث يعني واحد ايش يسوي؟ يسوق بهن ويضل ماكر يعني 5 بالشهر ما يوصلن. زين هاي رقم واحد. فاحنا والدوله يا خلينا على التثبيت. انت شنو اللي غاثك؟ غاثك انت مثلا على سبيل المثال النزريه جاي توصلك
وانت تعرف تصرف بها. ليش يصرف رواتبنا مثلا واحد مليونين واحنا 450؟ المزارات الشيعيه رواتبهم منين؟ منحه من رئاسه الوزراء. منحه يعني مو من داخل يعني المراقد هي تنطينا؟ لا عزيزي، لا مو من الشباك. مو من الشباك، هو هذا قصده. هسه احنا نريد ثلاث مطالب. رقم واحد التثبيت اللي هو حقنا، وهذا قانون جديد اللي قرر البرلمان. رقم اثنين عدم المساس بمن بالمنتسب، يعني الله اكبر يطالب بحقه وهذا الحق كفل الدستور. بالمظاهره الثانيه احنا طالبنا انه يرجع، لان احنا تعاهدنا بيناتنا. سيد احمد الفياض رجل ابو اللجنه التنسيقيه العليا جزاه الله خير، بس ما فهمت المعلومه. انا هسه راح اطرقك الموضوع. هذا الرجل مجرد انه طالب بحق المظلومين، ما حكى زايد، لا عنده عداء ويا اشخاص رقم واحد، ولا عنده مصلحه خاصه. والدليل واحنا عندنا ادله انه حتى هم قالوا له تعال نعطيك منصب وكذا، بالنتيجه قال لهم لا، انا ادافع عن المظلومين. والمطلب ما بيشي، انا اعتقد هسه مطلب قانوني دستوري. يا برلمان العراقي، انت لو بس تسولف لو تجي تحاكم الوادم، مو صدق لا، انت قررت بالبرلمان انه هذا ابوي المواطن، انت هذا حقك الدستوري. جابوه احنا هسه كل شيء ما سوينا، وهاي الواديم وهذا القوى الامنيه، اذا احنا تعدينا على شخص او مسؤول خلي الوادم يسولف، خلي تقول، ما احنا ما تعدينا على اشخاص، مجرد طلبنا بحق. هسه كان مطلب وحيد هو التثبيت، لكنه تعددت المطالب بمن؟ بالمماطله مثل ما تفضلت، والتسويف والنوب تعدوا على المنتسبين، وبالذات سيد احمد الفياض، شيخ حسين الله يحفظهم. والله ما حكوا زايد. انا اشكرك جزيلا. لا بس وحده، انا بس اقول احذر الحليمه اذا غضب. فقط. حياك الله، شكرا جزيلا، الله يسعدك استاذ، السلام عليكم. اهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لهذه القناه على تغطيه هذه التظاهره، تظاهره الحق، تظاهره المطالبه بالحقوق. احب ان اختصر هذا الموضوع ومطالب هذه الجموعة الخيرة، الجموعة المباركة، لثلاثة نقاط أساسية ومهمة: حفاظا على وقتكم الإعلامي، وحفاظا على الأشياء الأخرى. النقطة الأولى أخواني الأعزاء، هذه الناس وهذه الجموعة التي جاءت عبر عشرات ومئات الكيلومترات من جنوب العراق إلى وسط العراق إلى هذا المكان، جاءت لم تأتي إلى هنا بطرا، ولم تأتي إلى هنا من أجل استهداف شخصي. نحن ليس لدينا مشكلة، قلتها قبل قليل وأقولها، نحن ليس لدينا مشكلة شخصية مع أي جهة كانت، أي فرد كان، الموضوع ليس كذلك. وكذلك ليس لنا مصالح شخصية ضيقة فردية على المستوى الفردي، الموضوع فيه مصلحة عامة. نلخصه في ثلاثة مطالب أساسية لا غيرها تم الاتفاق عليها. المطلب الأول وهو الأهم والأبرز بين هذه المطالب، وهو المطالبة بتثبيتنا، تثبيت هذه الناس على الملاك الدائم، أسوة بكل مؤسسات الدولة الأخرى، قد يكون خافيا على الإعلام وقد يكون خافيا على كثير من الناس، أن هذه المؤسسة منذ ما يقارب 15 عاما لم تثبت ولا منتسبا واحدا. المزارات الشيعية، الأمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة في العراق لم تقوم بتثبيت منتسب واحد منذ تأسيسها في 2007 ولغاية هذا اليوم، وهذه ظليمة، وهذه مشكلة كبيرة تقدح في نفوس هؤلاء منتسبين هذه المؤسسة. هذا الموضوع ليس فيه عيب، بل نحن فخورون ونحن مصرون على تحقيق هذا المطلب، لأنه يمس قوت عيالنا وقوت أطفالنا بشكل مباشر. المطلب الآخر وهو مطلب أيضا مهم ولا يقل أهمية عن المطلب الأول، وهو أننا جئنا إلى هذا المكان ليس فقط للتثبيت رغم أهميته، ولكن جئنا من باب حرصنا وغيرتنا على مزاراتنا الشريفة التي نرتبط معها ارتباطا عقائديا كبير. نحن من محبي آل البيت ونخدم في هذه المؤسسات منذ سنين طويلة، لدينا علاقة وطيدة مع أصحاب هذه المزارات. نعتقد جازمين بأن هذه الإدارة، مجلس الإدارة رئيسا وأعضاء، بل وكل هذه الإدارة برمتها لم تنجح ولم توفق
في إدارة هذه المؤسسة ولا النهوض بواقعها المتردي. مطلب ثالث ضروري، المطلب الثالث من باب المسلمين أو المؤمنون كالجسد الواحد، إذا شكى منه عضوا تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. أخينا وأحد زملائنا الشيخ أحمد الفياض منتسب مثلي ومثل كل الآخرين، بمجرد أنه طالب بحقنا أو أفصح عن نواياه بقيادة هذه التظاهرات تمت محاربته وتم التضييق عليه، بل وتم فصله وقطع رزقه ورزق عياله بشكل كامل من هذه المؤسسة. وهذا ننظر له كظاهرة، ليس فقط كأحمد، بل هي كظاهرة خطرة. هذه تبث الرعب في نفوس المنتسبين وتكمم الأفواه أيضا. شكرا جزيلا لك. السلام عليكم. الله يسعدك. السلام عليك. المطلب الرئيسي التثبيت. المطلب الرئيسي التثبيت. ليش شنو المانع اللي بيثبتوكم؟ يعني المانع هم يعني مماطلة صار فترة، يعني أكثر سنة أو أكثر من طالب الموظفين تثبيت. يعني ساعة يقولون إحنا ما تابعين الوزارة، ساعة يقول إحنا ما تابعين الوقف الشيعي. للمعلومة إحنا هسه كل المشاريع اللي دا تصير يعني بالمزارات الشيعية تنكتب شنو؟ الوقف الشيعي، المزارات الشيعية، الأمانة العامة المزارات الشيعية. زين بنفس الوقت هو نفس الوقف الشيعي هو شنو؟ الموظفين مالته شنو؟ على الملاك الدام. يعني فقط إحنا، واحنا اسوة بباقي الوزارات. الوقف السني المعلومة اخواننا بالوقف السني، يعني هاي اخر فترة 14,000 موظف بكتاب واحد ثبتوهم، واحنا كل احنا ما نتجاوز 6,000-7,000 موظف واصحاب عوائل، ونأمل انه خير من الوقف الشيعي من اخواننا بالامان العمان انه يثبتونا. جزاكم الله خير الجزاء. هذه الوقفة أمام ديوان الوقف الشيعي، ما زالت الوقفة قائمة، ولهذه اللحظة لم يخرج أي مسؤول من ديوان الوقف الشيعي لمقابلة المتظاهرين ولمعرفة المطلب الخاص بهم. خلي نشوف، يلا خلي نستمر. خلي تتفضل. السلام عليكم أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله. حلمك شنو؟ تثبت؟ والله ثبتي والله. تفضل. يلا راح. ثبت يعني هاي حلم صار يعني. حلم؟ اي والله صار. كم سنتك؟ هاني 7 سنوات. 7 سنوات اي والله. سبع سنوات ادام بالمزار انا. حلمي اثبت. يا مزار ادام؟ السيدة شريفة، مزار السيدة شريفة. حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام خويا. الله يخليك. عددكم النساء ايش قد؟ والله عددنا يعني هوايه، تقريبا 15 إلى 30. 15 الى 30 تقريبا. 30 امراه من شتى المحافظات. اي من عده محافظات. انتم ايضا على الوقف الشيعي نفس الرجال؟ طبعا على ديوان الوقف الشيعي الامانه العامه للمزارات الشيعيه. خدمتي ايش قد؟ انا خدمتي 7 سنوات. اي عقد، ويعني حقوقنا صراحه مغيبه، صار لنا فتره سنوات طويله. لا احنا مهندسين، انا مهندسه كهرباء. اي وحقوقنا مغيبه صار لنا فتره، فاحنا جايين على هاي المظاهره السلميه. عندنا مطالب، احد المطالب هي اقاله مجلس الاداره واقاله الامين العام فارس الرماحي. اقاله رئيس اعضاء مجلس الاداره كلهم الرئيس المزارات الشيعيه. نعم، والامين العام للمزارات الشيعيه. ونطالب بالتثبيت. اهم مطلب هو التثبيت. رواتبكم زينه لو ضعيفه؟ يعني سلم رواتب موحد ونظام ماكو. ناس بالسماء وناس بالقاع تحسها. كل من له عندكم؟ طبعا. نعم اكيد. ماكو قانون؟ ابدا قانون ماكو سلم موحد، ماكو للرواتب النهائي. طبعا. اكيد. يعني ماكو سلم وظيفي درجات درجه سادسه؟ ابدا لا لا، ما عندنا اي درجات، ما عندنا يعني اي سلم وظيفي ماكو. شيل خدمتي قلت لي 7؟ نعم 7 سنوات. اليوم انت حلمك؟ يعني حلم كل موظف انه هو يعني اهم مطلب هو انه التثبيت على الملاك الدائم. احنا من سنين يعني حلمنا هذا صراحه. تعبنا احنا، تركنا يعني عوائلنا واطفالنا كلها وجينا من عده محافظات. حياك الله. شكرا جزيلا. خلينا نستمر. ايش بقينا من الوقت؟ يلا خلي نستمر وخلي تدخل الكاميرا داخل التظاهره. دخل لي اياها. الكاميرا
كمل حوارنا ويا بقية المتظاهرين. الله يساعدك. أهلا وسهلا. المطالب هذه ماكو استجابة من مسؤول. المطالب لحد الآن كل استجابة ماكو. احنا مطالبنا واضحة، هم عندهم علم بالموضوع بعد، ما يحتاج واحد يعيدها. تثبيت العقود. احنا بالألفين واحد وعشرين هو من اجا الرماحي، اجا كتاب يقول لكم قطع اراضي ولكم سيارات، ما اعرف بعد واي بي الكتاب، هو كتاب اجانا من الرماحي سيارات وقطع اراضي لكم، مثل ما نقول تخدير للموظفين، ذاك موجود عندنا. زين شنو هذا؟ ما صار شيء. السيارة استلمت، انا استلم 500,000، هسه يقص من عندي 100,000 تقاعد. شنو هاي المية اللي يقصها التقاعد؟ ليش؟ شنو السبب؟ انا سحبت التقاعد مالتي لان ماكو تثبيت، ماكو لي شيء مستند عليه. تعطيني 500، هسه قام يقص 100 من عنده، يبقى 400,000. 400,000 شنو هاي؟ بين سلفة، بين تعرفوا التبعات البيت شنو شيريد ذن كلهن. ما السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. هذا المطلب يعني شو يحتاج له حتى ينحل قضية؟ احنا عندنا قانون سنة رقم 4 سنة 14 انه تحويلنا على الملاك الدائم ومقر بالجريده الرسميه جريده الوقائع، ولحد الان من 2014 ولغايه الان تسويف ومماطله. زين الى ان وصل الامر، طلعنا مظاهرات، يلا رفعوا كتاب الى وزاره الماليه، وهذا الكتاب مدسوس حقيقه. زين خلوا اسماء انه استوها مثبته، وتدري وزاره الماليه تقول لك انه عده لازم خدمه سنتين. زين رجع الكتاب الى الامانه العامه، حاليا الامانه العامه تقول الكتاب ما وصلنا، صار له 14 يوم من وصل الكتاب. زين انا اسال اقول اذا ما وصل الكتاب للامانه العامه واكو المعاون الاداري هو احد اعضاء اللجنه بالامر الديواني صادر من ديوان الوقف الشيعي، زين ما عرفوا انه يدزون على الكتاب اذا كان فعلا هذا الكلام. زين اضافه حاليا وزاره الماليه تريد اجابه، واحنا لحد الان ماكو اجابه، واضطرينا نطلع مظاهره. زين اضطرينا لهذا الحال، هاي المظاهره الثالثه. زين تحياتنا، حياك الله. ما استجابوا الشؤون لا هذا تحياتنا للمنبر الاعلامي المواكي مظاهرات والدعاء لاستحقاق. احنا عندنا الناشد السيد المعالي رئيس الديوان على تثبيت هذه الشريحه اللي هو كان مسؤول عنها واللي يرعاها رعايه ابويه، واحنا هاي المظاهره الثالثه نطالب بالحقوق المشروعه الذي قاره القوانين العراقيه، ولكن هذه القوانين مسوفة في اتجاه المزارات فقط. هناك من يشملنا قانون الامن الغذائي، ويشملنا قانون 15، ويشملنا قوانين كثيره، علما ان هناك عندنا استحقاقات تقاطعيه من الراتب يستقطعون، واحنا عندنا خدمه صار ل 14 سنه ل 15 سنه الى بدينا راح نصير ب 16، وهذه ما تضمن لنا اي حقوق. علما هنالك ناس قد توفوا اثناء العمل في المزارات الشريفه، ولن يضمن لا لهم ولا اهلهم حقوق مشروعه قرها القوانين. طيب وانما انتهك. خل بس اسال سؤال، هو اذا ما كنت نيه يعني التثبيت ليش يجيب هذا العدد كله؟ عسونا عن رئيس الديوان السيد المعالي المحترم ما عنده علم، جزء متغفل ما يدري بهاي الشريحه المظلومه لكثره واجباته لكثره اعماله لكثره الشغل، ما واصف نوصل صوتنا له، صوت الابوي. اما يعاملنا بالانسانيه بالدين بالشريحه مالته هو الراعي الابوي لنا، فنجدخ شخصيا له. تمام. هاي الرساله للسيد رئيس الديوان، السيد رئيس الديوان المعالي المحترم. حياك. السلام عليكم. السلام عليكم. الرساله لمن مناشدتكم ترفع الى من تريدون؟ احنا مجموعة من منتسبين المزارات الشيعيه الشريفه، منتسبين على مدى 15 سنه عقود، نطالب بتثبيتنا على الملاك الدائم. الناشد رئيس الديوان الوقف الشيعي
كونه المسؤول الأول على تثبيتنا، نطالب المرجعية، كونه احنا خدام درارة أهل البيت، نناشد جميع الجهات المسؤولة علينا، مجرد ضمان حقوقنا، تثبيتنا على الملاك الدائم، حقوق تكون متكاملة أسوة بدوائر الدولة المتبقية. فقط هذه مطالبنا، مطالبنا مشروعة. مجلس الوزراء معني عليه. نعم نحن تابعين نزارات الوقف الشيعي بالبداية الوقف الشيعي. الوقف الشيعي اللي احنا اللي نطالب رئيس الديوان تثبيتنا على الملاك الدائم بسرعة بإجراءات التثبيت. أنا خدمتك 5 سنوات، أنا مهندس ميكانيك تكييف وتبريد، مهندس مهدي من كربلاء. حياك الله يحفظك. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. 14 سنة. وين بيا مزارات؟ أنا داوم أحد المزارات الشيعية الشريفة. وين بالبابل؟ بابل من محافظة بابل. المطالب مالتنا معروفة طبعا ثلاثة، يعني المطلب الأول التثبيت على الملاك الدائم، واللي ويش منه قانون الأمن الغذائي وقانون 315 وقانون واضح وصريح وما يحتاج لا تسويف ولا يحتاج كل شيء. المطلب الثاني اللي هو عادة السيد أحمد البياض، يعني من يقول خلينا ننظر للموظف، خلينا ننظر للموظف، يقول هذا الموظف خلينا نحسن وضعه. زين قبل فترة دزونا كتاب قبل المظاهرات أنه تحسين الوضع المعيشي، أي وضع نعيش هذا تحسين مالته؟ وين التحسين مالته؟ بالأسوء احنا كل شيء ما نريد، نريد التثبيت حال بقية الدوائر. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. قبل الختام تنويه بس اكو مجال مصورين، حسن سوي مجال منك مصورين. قبل الختام ننوه عن قضية مهمة اللي هي كل الأسماء اللي تم ذكرها في البرنامج يتحمل مسؤولية هذه الأسماء من تحدث بها وهم المتظاهرين. الاتهامات وغيرها أيضا يتحمل مسؤوليتها ويتحمل الكلام السيد المواطن السيد المتظاهر. الأمر الآخر، اليوم احنا نوصل صوت المواطن، وهذا صوت المواطن نوصله بأمانة، وعلى السادة المسؤولين التعامل مع هذا الصوت بمهنية. قبل الختام مناشدة وصلتني صغيرة من قوات حفظ القانون، المطلب اللي دائما يطالبوني به بنظام البديل. سيد رئيس أركان الجيش المحترم، سيد وزير الداخلية المحترم، الإخوان في قوات حفظ القانون بهذه درجات الحرارة العالية ومقبلين على شتاء وأمطار وبرد، القضية البديل وغلق هذه المؤسسة بعدم وجود بديل لها يضعها في خانة الظلم، وإن شاء الله ماكو ظلم فيضعها في خانة الظلم. افتحوا باب البديل للمنتسبين حتى يتمكنون من التنقل إلى مؤسسات أخرى حسب القانون ضمن الضوابط المعمولة في باقي المديريات والمؤسسات ضمن وكالة شؤون الشرطة والوكالة الأخرى، وكالة إدارية، وكالة الاستخبارات. أغلب الوكالات إذا مو كل الوكالات مفتوحة بها التنقلات إلا هذه المؤسسة قوات حفظ القانون اللي يدخل بها بعد ما يطلع، وإلهم اسم يسموها هم يعرفوها العسكر. من شارع أبي نواس كانت هذه حلقتنا، وكان هذا الصوت السيد المواطن، ولصوته حق، وما علينا إلا إرسال هذا الصوت إلى السادة المسؤولين. في أمان الله.